تحية طيبة مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم لغة الضاد، هذا البرنامج الذي يأتيكم ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تحت هامش اللقاء التشاوري الأول لعمداء وكليات ومعاهد وأقسام ورؤساء أقسام كليات اللغة العربية بالجامعات السعودية. ضيفي وضيفكم مشاهدينا الكرام هو الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، الأمين العام لمركز الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي الدولي للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة أم القرى. حياك الله دكتور. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور، بداية نبدأ معك، رؤيتك لجهود مركز الملك عبد الله بما أنه هو المنظم لهذا اللقاء التشاوري الأول بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية إضافة من إضافات المملكة العربية السعودية لصروح العلمي والثقافة في نهضتها العلمية المعاصرة، وهو الحقيقة إن شاء الله حسنة من حسنات الملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناته. هذا المركز بلا شك هو تحت مظلة وزارة التعليم العالي، والمشرف العام لهذا المركز هو معالي الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي. هذا المركز الحقيقة يعني من خلال عقد هذا الاجتماع وهو اللقاء التشاوري الأول لعمداء ورؤساء وأقسام اللغة العربية ومعاهدها في المملكة العربية السعودية تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية، دليلاً على اهتمام المركز باللغة العربية واستدعاء أصحاب الخبرة والمتخصصين من اللغويين في المملكة العربية السعودية الموطن الأول في جزيرة العرب للغة الضاد، استدعائهم لأخذ رؤاهم وأفكارهم في إيجاد عدد من الآليات والوسائل الناجعة في الارتقاء بمستوى اللغة العربية، تلمس المشاكل والقضايا المتعلقة بهذه اللغة في الداخل والخارج، إيجاد الحلول لتلك المشاكل وتلك القضايا، البحث عن وسائل وآليات ناجعة للارتقاء بمستوى اللغة العربية ونشرها. نعم دكتور، سألتك عن جهود الكليات والأقسام والمعاهد أيضا في اليوم العالمي للاحتفاء باللغة العربية، كيف يستقبلون هذا اليوم دكتور برأيك؟ لا شك أن العمادات والأقسام والمعاهد في جميع الجامعات السعودية تعنى باليوم العالمي، ولكل شيخ طريقته، فمن جامعة إلى أخرى ومن كلية إلى أخرى تتفاوت طرق الاحتفاء والعناية تزامنا مع هذا اليوم، وبطبيعة الحال ربما يكون من الأهمية بمكان في مثل هذه المناسبة أن كثيرا من الكليات والعمادات والأقسام تعمل على يعني تعزيز مكانة وقيمة لغة القرآن الكريم، لغة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، لغة الضاد في نفوس الناس في وتعميقها في المجتمع الإسلامي، وبطبيعة الحال هم يعملون على نشرها ويعملون على ارتقاء مستواها، ويكون اليوم العالمي محفز لإعادة النظر، لمحاسبة النفس، لمراجعة الآليات، لمراجعة البرامج، هل البرامج الموجودة، الأقسام الموجودة، الكليات الموجودة، الوسائل والأساليب هل هي ناجعة، هل هي كافية، أم أننا بحاجة إلى الارتقاء. وبطبيعة الحال مثل ما قلت أن كل كلية وكل جامعة تعمل بطريقتها في العمل على خدمة لغة القرآن الكريم. انطباعك دكتور عن اجتماع العمداء ورؤساء الأقسام في اللقاء التشاوري الأول الذي ينظمه طبعا مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية كما ذكرنا آنفا، هذا الدكتور الاجتماع ماذا يشكل وما ما الناتج دكتور من هذا الاجتماع؟ هو يشكل فكرة مميزة وفريدة، ويشكل مبدأ راقي جدا أن مركز الملك عبد الله ممثلا في أمانته، ممثلا في مجلس أمنائه، لا يفكر أحاديا في خدمة اللغة العربية، وكأنه يتبع مبدأ الإسلام وأمرهم شورى بينهم.
أراد أن يستقطب الكفاءات، المتخصصين، الخبراء، المسؤولين، ليسمع منهم، ليسمع آرائهم ورؤاهم وأفكارهم. وبطبيعة الحال هذا بلا شك سيضيف. تبين لنا أن المسؤولين في هذا المركز على قدر المسؤولية، وأنهم يعني حريصين على الاستماع لكل فكرة رؤية، وأنهم يعملون على الإفادة منها ووضعها في السياق المناسب في آليات المركز نحو الوصول إلى تحقيق أهدافه وغاياته المرسومة له. جميل. دكتور، واقع اللغة العربية اليوم برأيك مفرح؟ والله يقولون تفاؤلوا بالخير تجدوه، والحقيقة نحن يعني وإن كان هناك من يشكو وهناك من يتألم، إلا أننا وبالذات في المملكة العربية السعودية نحن بخير. فأولا هذا البلد الذي هو امتداد لتاريخ الإسلام وامتداد لتاريخ العروبة، وهنا جذور العربية، لا زال معنيا بلغة العربية اعتناء كبير جدا. وحكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في الوزارات المسؤولة، سواء وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم وغيرها، تعنى عناية كبيرة جدا باللغة العربية، وهي من المواد الأساس في التعليم السعودي، سواء في المراحل الأولية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، أو تحدي التعليم العالي بكالوريوس ودراسات عليا. وأيضا هناك عندنا مكتبات ومؤسسات معنية باللغة العربية. اهتمام المملكة العربية السعودية بمصادر التشريع، القرآن الكريم والسنة النبوية، هي معناها عناية باللغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة السنة. وبالتالي فهناك يعني جهود كبيرة جدا ومن نوافذ متعددة وخدمات كبرى. والحقيقة المملكة تنفق بسخاء على خدمة الحركة العلمية عامة، وعلى خدمة الدراسات الإسلامية ولغتها وهي اللغة العربية. بلا شك أنه الاهتمام كبير، والمؤسسات اللغوية عندنا كبيرة، يعني تقريبا لا تخلو جامعة ليس فيها قسما للغة العربية أو كلية للغة العربية ولا أو كلية للآداب. وهذا يدل على العناية والاهتمام، وأنها أولوية في التعليم السعودي، وأولوية في الاهتمامات في مكونات الثقافة العربية والإسلامية. ولكن بطبيعة الحال ربما نقول أن هناك حاجة للارتقاء بالآليات، للارتقاء بالأساليب، للارتقاء بالوسائل للتنسيق، عدم تكرار الذات، من أجل أن نصل إلى جهود متكاملة تتقدم باللغة العربية وتسمو بها. إذا كان هناك إشكالية حقيقية هو بعد المجتمع في حياته العامة عن لغة الذات أو اللغة العربية، التأثر بـ يعني إرهاصات الثقافة العالمية وانعكاسها على لغتنا ومسمياتنا. ولكن هذا سيأتي إن شاء الله مع الوعي ومع التثقيف ومع التوعية. وإن كان مركز الملك عبد الله هو مركزا لا يخدم الداخل المحلي بقدر ما يخدم الدولي، فهو مركزا دوليا. ونحن الحقيقة أتمنى مخلصا أن مركز الملك عبد الله يسهم بفاعلية في تحقيق عالمية اللغة العربية، لأن الدعوة الإسلامية عالمية واللغة العربية هي لغة الدعوة، بالتالي نعمل على نشر اللغة العربية وثقافتها عالميا، وهذا يمكن يكون من أهم الأهداف السامية. جميل. لو سألتك دكتور نفس السؤال وبصيغة أخرى دكتور، إجابة مليئة بالتفاؤل عن واقع اللغة العربية اليوم، وهذا السؤال دكتور قد سألته لبعض ضيوف هذا البرنامج لغة الضاد، والكل قبل أن يجيب دكتور يسكت لبرهة. واقع اللغة العربية دكتور اليوم، كيف ترى دكتور اهتمام المجتمع؟ أبرز التحديات التي تواجهها اللغة برأيك؟ العولمة والثقافة العالمية، الانفتاح على الغير، يجعل النشء أمام تيارات فكرية مختلفة جدا، وهذا يدعونا إلى الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية. والهوية العربية من أهم مكوناتها الحفاظ على لغة الضاد، لغة القرآن، لغة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الجهود موجودة، التعليم مستمر
بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية ليس عندنا تغير الحمد لله، لم نتأثر بالغير على حساب لغتنا، ولكن نحن نريد أن نخرج من المؤسسات إلى المجتمع. والحقيقة أن هناك علاقة وطيدة جدا بين المؤسسات التعليمية في التعليم العالي والمجتمع. نحن نريد خدمة أكبر من المؤسسات التعليمية للمجتمع العام، ورفع مستوى الوعي بأهمية اللغة العربية في حياتنا اليومية وحياتنا الثقافية عامة. دكتور، اجتماع أو اهتمام المجتمع باللغة العربية من وجهة نظرك، قبل أن أسألك دكتور هذا السؤال أستاذنك نطلع فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعده نعود لإكمال الحوار. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل القصير. ضيفي وضيفكم هو الدكتور عبد الله بن حسين الشريف، الأمين العام لمركز الجودة الشاملة للاعتماد الأكاديمي الدولي للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة أم القرى. فحياك الله دكتور معنا. أهلا وسهلا. دكتور، كنا نتكلم قبل الفاصل عن اهتمام المجتمع باللغة العربية. الآن اللغة العربية دكتور ربما أصبحت لدى الكثير دكتور ثقافة منتشرة أو متفشية، ربما كالنار في الهشيم. أنه اللغة العربية دكتور تختص بالنخبة، فيعني صار فيه دكتور ضياع للغة، أساسيات اللغة، فبالتالي يعني ثقافة الآن عندي أنا كشخص في المجتمع أنه اللغة العربية من لن يهتم بها إلا النخبة أو المثقفين. هل هذا فعلا دكتور واقع؟ لا شك أنه اللغة العربية في صورتها البلاغية والمثلى موجودة عند المتخصصين، ولكن في اللسان العام، واللسان العام الحقيقة العربي غير أنه يعني لم يعد فصيحا، وطغت اللهجة العامية على الفصاحة اللغوية. ومن هنا الحقيقة أن هذا ليس قصورا في التعليم العربي في مناهجنا، فكل النشأ وكل مكونات المجتمع تمر عبر المؤسسات التعليمية المعنية عناية كبيرة باللغة العربية. حقيقة هذا ليس قصور في الجهود ولا قصور في المؤسسات، ولكن ربما يكون هناك إشكالية في طبيعة التعليم اللغوي، تعليم اللغة العربية، الأساليب، المناهج، المقررات. بلا شك أن هناك سياسات عامة موجودة في المؤسسات التعليمية لإعادة النظر في البرامج والمناهج والمقررات بشكل دوري، ولكن يبدو لي أن هناك حاجة ماسة حقيقية للعمل على تغيير الأساليب والوسائل في إيصال اللغة العربية إلى المتلقي، والذهاب إلى التطبيق أكثر من التنظير. ولذلك البعض يقول أن ما ندرسه علما لغويا ولا ندرس تعليما لغويا. ومن هنا أرى أن الكرة في ملعب المتخصصين والخبراء في إعادة النظر في المناهج والمقررات والأساليب والوسائل، بحيث نستطيع أن نوصل لغة الضاد إلى لسان النشأ.
فيكون هذا بشكل يعني تلقائي. الأمر الثاني الحقيقة إشاعة الثقافة، إشاعة الثقافة، أن الثقافة العربية في أوساط المجتمع، وتعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية، هذا سيسهم في لغة الضال. الحقيقة أيضا أنه ربما نحتاج أنه الأندية الأدبية والثقافية يكون لها دور أكبر في الارتباط بالمجتمع وبشرائح المجتمع، وخصوصا بالنشء والجيل، لأن هذا قد يمكن من إيصال اللغة والعناية بها إلى الأفراد أو إلى طبقات المجتمع، وخصوصا النشء الذي هم موضع الاهتمام والعناية. كثرت دكتور المؤسسات المعنية باللغة العربية في المؤسسات التعليمية لدينا دكتور، ما الأثر الناتج عن هذه الكثرة؟ الكثرة في الخير خير، الكثرة في الخير خير، وإن كنت أرى أننا يعني تكرار الذات إشكالية، ولكن بالنسبة لبعض الأساسيات كعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية حقيقة هي من الأهمية بما كان، يعني ليس من المنطقي أن لا نجد أن شابا عربيا مسلما وسعوديا في منبع الدعوة ومنبع اللغة وجذورها أن لا يكون يعني عميقا أو عريقا في هذين العلمين، وهو العلم الشرعي والعلم اللغوي. ومن هنا في الحقيقة يعني انتشار المؤسسات العلمية المعنية باللغة العربية ما أعتقد أنه واجب وضروري، خصوصا في الجامعات التي بها دراسات إنسانية، دراسات إنسانية. إنما الحقيقة الحاجة كبيرة جدا بالتنسيق، التنسيق بين تلك الجهات. والحقيقة مركز الملك عبدالله الآن يعمل جادا على أنه يكون هناك تنسيق بين الجهات المعنية أو المؤسسات المعنية باللغة العربية وبين مركز الملك عبدالله، وبلا شك أن هذا سيثمر عن توائم بين المؤسسات وعدم التكرار والإفادة من الخبرات، وبالتالي الارتقاء بالمستوى. جميل دكتور، لو سألتك أنت كأمين عام لمركز الجودة الشاملة للاعتماد الأكاديمي الدولي للدراسات الإسلامية والعربية، بداية الدكتور لو نأخذ ربما مختصر عن هذا المركز قبل أن نتطرق إلى العربية. والله يا أخي الحقيقة مركز الملك عبد الله، مركز الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي الدولي للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة أم القرى، مركزا أقر بأمر سامي واعتمد، وهو الآن في طور التأسيس وخطى خطوات جيدة، وهو تحت مظلة جامعة أم القرى. والحقيقة أن هذا المركز مركزا دوليا له شخصية مستقلة واعتبارية، وله هيئته الإدارية وميزانيته الخاصة. الفكرة جاءت من منطلقاتنا في حديثنا السابق أن المملكة العربية السعودية في جزيرة العرب، وهي مهبط الوحي، وهي منبع الرسالة، وهي أرض الحرمين، منارتي العلم الإسلامي والعربي عبر العصور، ليس من اللائق أن تأخذ الاعتماد الأكاديمي للدراسات الإسلامية والعربية من خارجها، خصوصا أننا نملك العراقة في هذا المجال الإسلامي والعربي، العراقة من حيث شرف المكان والمكان، والعراقة من حيث العلوم. ففي مكة المكرمة أنشئت أول كلية شريعة في المملكة العربية السعودية، وأسسها المؤسس الباني الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، وبالتالي تعد ثاني كلية على مستوى الوطن العربي بعد الأزهر، وهي تمثل عمقا علميا شرعيا كبيرا. والجامعات السعودية زاخرة بالكليات الشرعية، ومنها كلية الشريعة بجامعة أم القرى، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الجامعة الإسلامية في المدينة، وغيرها من الجامعات والكليات. هذا أوحى على أن المملكة العربية السعودية تكون مرجعية تحكيمية في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي للدراسات الإسلامية والعربية، ومن هنا نشأت فكرة هذا المركز من جامعة أم القرى وأقرت، ولذلك أنشئ
وأصبح مقره في جامعة أم القرى. هذا المركز الآن الحمد لله يخطو خطوات حثيثة وجادة بالحقيقة برعاية وتوجيه كريم من معالي مدير الجامعة ودعم لا محدود واهتمام خاص ومتابعة من معالي وزير التعليم العالي معالي الدكتور خالد العنقري الذي يعني أفاد معالي مدير الجامعة أنه مهتم جدا بمركز الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي الدولي، لأنه الحقيقة إضافة إلى منظومة المؤسسات العلمية الحضارية في المملكة العربية السعودية، ويجعل المملكة العربية السعودية ذات مرجعية دولية في هذا المجال كمركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية. في تواصل بين مركز الملك عبدالله ومركز الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي الدولي؟ حضوري اليوم لحضور اللقاء التشاوري دلالة على هذا التواصل بين المركزين، وكلاهما أرى أنهما مكملان لبعضهما البعض، فمركز الملك عبدالله لخدمة اللغة العربية ومركز الجودة الشاملة الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي الدولي للدراسات الإسلامية والعربية يمنح الجودة أو يحقق الجودة ويمنح شهادات الاعتماد في الدراسات العربية، وبالتالي فنحن نستطيع بجهود يعني منسقة أن نكمل بعضنا البعض، وأن يكون بين المركزين شراكة وتعاون كبير جدا في خدمة اللغة العربية، خدمتها وتحقيق الجودة لها ومنح الاعتماد الأكاديمي لمؤسساتها ولبرامجها. وأتمنى حقيقة أن نوفق، وقد حملنا ما تحملناه من الأمانة الاستكمال بناء هذين المركزين في أقصر وقت ممكن، وأن يتمكن من القيام بدوريهما وتحقيق أهدافهما وغاياتهما وممارسة اختصاصاتهما في القريب العاجل إن شاء الله. والمملكة العربية السعودية دائما سباقة إلى الخير ورائدة في الجوانب الحضارية وما يخدم الإسلام ولغة العروبة. دكتور، في نهاية الحلقة كلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. أتمنى مخلصا أن يكون المتخصصين والمسؤولين على قدر المسؤولية وما قدمته الدولة من دعم لهم في سبيل الارتقاء بلغة الضاد ونشرها وجعلها لغة عالمية، كما أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية. شكرا لك دكتور عبد الله بن حسين الشريف، الأمين العام لمركز الجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي الدولي للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة أم القرى. شكرا لك على حضورك معنا اليوم مجددا دكتور. وأنا أشكر لك هذا اللقاء. شكرا. الشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. إلى حلقة جديدة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.